سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. عند بادي هذه بدء مشاهدنا نقدم تعازينا الحارة لأسر وعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة، سائلين المولى عز وجل أن يرزقهم الصبر والجلد وأن يرحم من ماتوا رحمة واسعة. حصتنا اليوم مشاهدينا سنتحدث فيها عن البيان المنسوب لرئيس الجمهورية الغائب عن الأنظار منذ شهور، والذي كانت فيه إشارات للتعزية وما جرى ويجري من تصريحات وتصريحات مضادة تستهدف خصيصا مؤسسة الجيش وبالأحرى جهاز الاستخبارات، دون ما أن ننسى الحدث المنتظر والذي تفصلنا عنه حوالي 3 أشهر بالضبط، وهو الرئاسيات المزمع تنظيمها في 17 أبريل المقبل. مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أرحب الأستاذ مقران آيت العربي، المحامي والناشط الحقوقي والسياسي. أستاذ مقران، ما هي قراءتك الأولية لهذه الرسالة المنسوبة لرئيس الجمهورية؟ فيها تعزية وفيها حديث عما يجري في المؤسسة العسكرية. أولا نقدم تعازينا لعائلات ضحايا سقوط الطائرة العسكرية بالأمس. من جهة أخرى، رئيس الجمهورية قدم رسالة تعازي وفي نفس الوقت تطرق إلى القضية التي تتناولها وسائل الإعلام منذ عدة أيام، ولم نسمع صوت الرئيس، ولكن رسالة قرأت في التلفزة وكذلك نشرت في بعض الصحف، ويقول فيها أنه لا يجوز ولا يليق لأحد ولا يقبل من أحد مهما كان ومهما عادت سلطته أن يزعزع استقرار الجيش. وطرحت عدة أسئلة عن المقصود بهذا الكلام، وأنا أعتقد أن الرئيس يقصد بالدرجة الأولى نفسه، لأن الأصابع توجه إليه. ويقال هنا وهناك أن الرئيس هو الذي يريد زعزعة الجيش عن طريق شخص آخر وليس بطريقة مباشرة، ومن ثم يريد أن يتبرأ ويقول أنه حتى هو رئيس الدولة لا يمكن له أن يدخل في مثل هذه اللعبة، لعبة زعزعة الجيش، وقد تكون هناك تأويلات وشروح أخرى. أستاذ مقران، هناك من تساءل قائلا لماذا بالضبط رئيس الجمهورية خاض في مسائل الجيش، مسائل مؤسسة الاستخبارات، وفي الوقت نفسه قدم تعزية؟ هم يقولون لماذا تأخر الرئيس عن مخاطبة الشعب وعن الحديث عن هذه الأحداث التي هزت الجزائر هزا منذ مدة طويلة، وعندما نطق نطق في وقت غير ملائم. صحيح أنه فيه حدث كبير سقوط طائرة، لكن تعزية وإشارة لأحداث المؤسسة العسكرية، هذا التساؤل بالضبط. أنا في اعتقادي لا يمكن أن نتحدث من جهة عن مرض الرئيس، نعم، ومن جهة أخرى عن تأخره في التدخل في الحياة السياسية وخاصة مجريات الأحداث الأخيرة. حقيقة لو كان الرئيس يتمتع بصحته لتدخل في مثل هذه المسائل بمجرد ما تحدث بطريقة أو بأخرى، ليؤيد أو ليرفض، ليساند أو ليندد، ومهما كان إلى حد الآن حتى يثبت العكس هو رئيس الجمهورية. ومن ثم كان عليه بالفعل أن يتدخل بمجرد ما بدأت الصحف تنشر بعض التصريحات التي توجه أصابع الاتهام للجيش، لأن في نظام مثل النظام الجزائري وفي الدولة مثل الدولة الجزائرية، وشاهدنا ذلك سنة 1992 عندما تسقط كل المؤسسات وعندما تتزعزع كل المؤسسات، تبقى مؤسسة واحدة واقفة، وينبغي أن تبقى واقفة بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، هي مؤسسة الجيش. لأن والجيش، حين نتحدث عن الجيش لا نتحدث عن الأشخاص بالضبط، أو 5 أو 10 ضباط في الجيش، وإنما مؤسسة فيها آلاف الضباط، فيها عشرات الآلاف من ضباط الصف ومن الجنود، فهي مؤسسة منضبطة بطبيعتها، ولها دور دستوري تقوم به في كل الظروف وفي كل الحالات. لماذا اغتنم الرئيس، أو يعني بمناسبة تقديم التعازي إثر سقوط طائرة عسكرية، ليخوض الحديث في هذه القضية، قضية محاولة زعزعة الجيش؟ فهذا السؤال لا يمكن أن يجيب عنه إلى الرئيس شخصيا إن كان يستطيع الكلام. بالإضافة إلى ذلك أستاذ مقران، هنالك جملة وردت في هذه الرسالة مفادها أن التراشق بالتهم سيقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، أليس هذا اعترافا ضمنيا بتفاقم الأمور وخطورتها؟
أعتقد أن تقفاقم الأمور في الأسابيع الأخيرة وخاصة في الأسبوع الأخير لا يحتاج إلى تصريح أو بيان من رئيس الجمهورية. الجميع الآن يرى أن الأمور في الجزائر تفاقمت حول قضايا حساسة، وبالفعل لم يسبق أن وجهت أصابع الاتهام للمؤسسة العسكرية بهذه الطريقة، ولو أن التهمة وجهت لأشخاص، ولكن المقصود في اعتقادي هو المؤسسة العسكرية. بالضبط. يمكن لكل جزائري أن يكون له موقف حول دور الجيش في البلد وحول رسالة الجيش والمهام الدستورية للجيش، ولكن لا يمكن لأحد ولا مصلحة أحد وليس من مصلحة أي جزائري أن يزعزع الجيش، لأن الدولة الجزائرية نظرا لغياب المؤسسات، نظرا لغياب الطبقة السياسية، نظرا لما نشاهده أن الناس تتحرك عشية الانتخابات وتبقى ساكتة أو تعود إلى كهوفها بمجرد ما تنتهي الانتخابات لتخرج بعد 4 أو 5 سنوات، نظرا لكل ذلك ليس من مصلحتنا أن يحدث انشقاق داخل الجيش أو تحدث أزمة داخل الجيش. فالجيش ينبغي أن يبقى موحد، وبعد ذلك يمكن أن نتحدث عن رسالة الجيش، ولكل واحد منا موقف بين من يريد أن يقحم الجيش في اللعبة السياسية ومن يريد أن يبقى الجيش خارج اللعبة السياسية. بالعودة لعمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير، قال إن هذه الرسالة لا تقصدني، فإن الرئيس يشير إلى أشخاص آخر إلى أشخاص آخرين ولا يقصدني تماما، لأن الأسهم أو الأصابع الاتهام كانت موجهة له، قيل له بأنك أنت الذي أثرت هذه الزوابع كلها وأنت الذي تسببت في هذه المشاكل. هو رد اليوم، ربما قد قرأت ذلك أنت أيضا في جريدة الشروق، قائلا بأن الرئيس لا يقصدني بل هو يقصد جهات أخرى. نعم لقد قرأت ذلك، ولكن أنا قررت أن لا أعلق تماما على تصريحات هذا الشخص، وكل ما في الأمر أن ما يقال عن الجيش مهما كان القائل يمكن أن يوصف أن ما يزعزع الجيش هو يدخل ضمن ما يسمى بالأمن القومي. أيوة. وأعتقد أن الأمن القومي هو الخط الأخضر لجميع الجزائريين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سواء كان في الأحزاب أو خارج الأحزاب، ومن ثم علينا جميعا أن نحافظ على أمن الجيش ووحدة الجيش، لأن ذلك هو ضمان للأمن الوطني. أما ما يقوله هذا الشخص أنا لا أعلق عليه. طيب، ورد أيضا في حوار أجراه أحد الجنرالات السابقين مع جريدة يومية في الجزائر، قال أنه رئيس الجمهورية لا يعتقد أنه مريض فقط أو عاجز فقط، أشار ضمنيا بأنه رهينة بين يدي جهاز مخابرات معين، لا يمكن أن نقول بأن الرئيس غائب أو أن الرئيس مريض فقط، بل أيضا لابد أن نقول أنه رهينة، أو مش عارف، ربما هم يعتقدون أن الرئيس في أيديهم وهم الذين يتكلمون باسمه، يتحاورون باسمه، يتفاوضون باسمه، خاصة ما يدور حول العهدة الرابعة. ما رأيك فيما قاله هذا الجنرال؟ أولا عندما يكون الرئيس غائب عن الشعب ولا نسمع كلام الرئيس ولا نرى الرئيس مدة عدة شهور، فكل التعليقات جائزة ويمكن أن نقول ما نشاء، طالما هو ولكن من ناحية أخرى يمكن أن يكون لهذا الجنرال المتقاعد الذي قرأت حواره في صحيفة الوطن اليوم قد تكون له معلومات لا أملكها. نعم. طيب كيف ترى الأمور إذن أمام هذه التصريحات والتصريحات المضادة، أمام هذا الصمت الرهيب، كيف ترى الأمور في ولم يبقى على الاستحقاق الرئاسيات إلا 3 أشهر بالضبط؟ رئاسية أقل من 3 أشهر. نعم. شهرين وأسبوع هكذا، ولم يبقى لآخر موعد لإيداع ملفات الترشيح إلا 3 أسابيع، وإلى حد الآن لم نسمع عن ترشيح الرئيس ولا من سيخلف الرئيس، أقول من يخلف الرئيس الذي تتفق حوله جماعات السلطة. ولكن اليوم بخلاف ما كنا نراه بالأمس، وأنا كنت أقول منذ بداية الحديث عن الرئاسيات أنه لا شيء يمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهد الرابعة إلا
تدهور حالته الصحية أم الأوضاع السياسية فلا يمكن أن تمنعه. ويبدو الآن نظرا لهذا الغياب الذي يعني موجود منذ عدة أشهر ونحن على أبواب الانتخابات ولم نسمع ما يريد الرئيس شخصيا أو كيف يرى مستقبل الجزائر بعد رئاسيات، فهذا كله يدل على أن وضعيته الصحية الآن لا تسمح له بالترشح لعهدة رابعة. والتساؤل اليوم من الذي سيخلف الرئيس بوتفليقة؟ قد تكون الجماعات الحاكمة اليوم تبحث عن بديل ولا بد أن تتفق حول شخص، لأن هذه الجماعات ولا زلت يعني متمسك بأقوالي وموقفي لا يمكنها أن تختلف إلى حد التناحر والتقاتل، لأنها ستتفق على شيء واحد هو المحافظة على استمرار النظام القائم. الأيام القادمة ستكشف من هو الذي سيخلف الرئيس، ولكن إذا بقينا إلى عشية نهاية إيداع الملفات ولم يفصح عن مرشح السلطة، فقراءتي الوحيدة هي أن بن فليس سيكون هو مرشح النظام ومرشح السلطة. وهو كذلك أستاذ مقران آية العربية، المحامي والناشط السياسي والناشط الحقوقي أيضا، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر العاصمة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الأفاضل الأستاذ عبد العزيز غرمون رئيس حركة الوطنيين الأحرار. أستاذ عبد العزيز بعد الترحيب بك، ماذا تعلق عما ورد في الجرائد اليوم، خاصة الحديث الذي أجري مع أحد الجنرالات السابقين، كان بالضبط يشتغل في فترة اليمين زروال الرئيس السابق، قال بأن الرئيس فعلا ليس لا نقول عنه مريض فقط بل هو عاجز ولا يمكن الحديث عن العهدة الرابعة. بالإضافة إلى ذلك فهو أشار إلى مسألة في غاية الخطر وهي الاحتجاز، كأنه يشير بأن الرئيس رهينة بين أيدي مجموعة من الأطراف في السلطة، وهذا أول إشارة تصل إلى الشعب الجزائري، مفادها ليس الرئيس فقط مريض، ليس عاجزا فقط بل هو رهينة محتجز، وبالتالي يستغلون الرئيس في مفاوضات في حوارات في أي حدث. أستاذ عبد العزيز، هل أنت معنا أستاذ عبد العزيز غرمون؟ يظهر أننا فقدنا الأستاذ عبد العزيز غرمون رئيس حركة الوطنيين الأحرار، أرجو من الإخوة إعادة الاتصال به. كنت قد سألت الأستاذ عبد العزيز غرمون حول ما أثير في الجرائد اليوم، خاصة الحوار الذي أجري مع أحد الجنرالات الذي كان مستشارا للرئيس السابق اليمين زروال، وقد أثار هذه المسألة من أن رئيس الجمهورية لا نقول عنه فقط إنه مريض، إنه عاجز صحيا ولا يمكن الحديث عن عهدة رابعة، بل هنالك أمر غاية في الخطورة وهو مسألة أن الرئيس كأنه محتجز، كأنه رهينة بين أيدي أطراف معينة في رئاسة الجمهورية. عاد إلينا الأستاذ عبد العزيز غرمول، لست أدري ما إذا سأعيد سؤالي من جديد أم أنك استمعت إليه أستاذ عبد العزيز. لا سمعت السؤال. تفضل. أعتقد أننا قلنا منذ وقت طويل أن يعني الرئيس هو رعينة في يد المجموعة الحاكمة حاليا والضاغط عليه للترشح لعهدة رابعة. لكن بالنسبة لي يعني هذا قدره، هو موجود في منصب فيه تدور حوله الكثير من المصالح ومن المآرب، وبالتالي المجموعة المقربة منه لن تسمح له بسهولة أن يتخذ موقف عدم الترشح لعهدة رابعة واختيار من سيخلفه. طيب ماذا عن ربما يأتي آخر ويقول كنتم تلومون الرئيس، هو غائب طيلة هذه المدة الطويلة، طيلة هذه الشهور، ولما أصدر رسالة ما قلت إن هذه الرسالة متأخرة جدا؟ لا، في الحقيقة الرئيس ليس غائبا، الرئيس غائب جسديا، ولكن قرارات تاعو ربما لاحظتم يعني لم تتوقف، سواء فيما يتعلق بتنحية ناس، فيما يتعلق بتغيير مواقع نتاع مؤسسات، فيما يتعلق بتدخل نتاعو ولو عن طريق أطراف أخرى في المسار تاع الدولة. الرئيس غائب فقط جسديا، اما يعني يعني رانا نلاحظوا يعني القرارات والمراسيم والاوامر وكلها راهي تصدر باسمه، واعتقد يعني الان حسب اخر المعلومات اللي وصلتني اليوم ان الرئيس من ناحيه صحيه يتحسن،
ايوه والمجموعه يعني نتاعو مراهن عليه يعني تقريبا 80 90%. يعني بعباره اخرى هذا التشكيك غير صحيح في مصدر هذه الرساله او البيان، يقولون بان هذه الرساله ربما كتبت له وربما هناك من كتبها نيابه عنه. الرئيس عاجز ومريض، كيف له بان يكتب هذه الرساله وان يتحدث عن المؤسسه العسكريه؟ لو كان متحدثا عنها لكان تحدث في بدايتها، لماذا اخر الحديث؟ ثم بالاضافه الى ذلك قدم ايضا التعزيه في وقت ادمجه مع مساله المؤسسه العسكريه. أنا لا أعتقد أن الأمور تناقش بهذا الشكل. يوجد رئيس في العالم كله، هو من يحرر الرسائل تاعو، هو من يحرر التعافي، وهو من يفعل هذه التفاصيل. ممكن جدا أن الرسالة حررت وأعطيت له واطلع على مضمونها ثم نشرها. المشكل ليس هنا. نعم. المشكل هو أن ما تمر به الجزائر من أزمات، ما تتعرض له الجزائر من مخاطر، الوضع يعني القلق الان في الجزائر سواء في الاضرابات، هذه الصرائح اللي نسمعها يوميا، الناس يعني وصلوا للحديث على الملابس الداخليه بعضهم، يعني صرائح كبرى. هذه بما فيها ايضا غردقه، يعني فيها الكثير من المواضيع التي كان يمكن للرئيس ان يتحدث فيها وان يطفئ الكثير من هذا اللي تشتعل في المجتمع الجزائري. لذلك احنا طالبنا بان يجب على الرئيس ان يتحمل المسؤوليات تاعو. ولمعلوماتكم الان المشكل ايضا على مشكل كبير على الحدود الجزائريه الماليه. وجود فرنسا في تلك المنطقة، وهذه قلناها منذ سيادة فرانسوا هولاند للجزائر والسماح الجزائري له باختراق المجال الجوي تاعنا، قلنا أن وجود فرنسا هناك يشكل خطر على الجزائر وليس على مالي، والآن اتضح بالفعل أنه يشكل خطر على الجزائر، وربما بعد أيام قليلة ستسمعوا الكثير من الأحداث التي تحدث في تلك المنطقة. يجب أن يتحدث هذا الرئيس، يجب أن تقوم المؤسسات بالدور تاعها، يجب أن نقص على هذا الاحتيال على الشعب بالفضائح وبالمؤامرات ومحاولة تقصير البعض وكسر العظم بين المؤسسات الجمهورية. هذا لم يعد مجرد عيب، يعني كلمة أخلاقية، لكنها الآن أصبحت كلمة مادية تمشي في المؤسسات نتاع الجمهورية وتعرضها لمخاطر كبيرة. أنا أطالب من خلال هذا المنبر أن تتوقف هذا كسر العظم بين هؤلاء الناس. طيب، عن أي انتخابات يتحدثون إذن أستاذ عبد الزغرمون؟ الشعب الجزائري ولمطير الجزائر. نعم، عن أي انتخابات يتحدثون إذن عبر هذا الموعد، الذين يقولون بأن الانتخابات عبارة عن بلسم للجزائريين، عبارة عن حل شاف وواف وكاف، ينقل الجزائريين من هذه المرحلة إلى أحسن حال، طالما أن هنالك أزمة تعيشها الجزائر في منطقة غردية، لا أقول غردية فقط بل نواحيها أيضا، ما كذلك الإضرابات التي الآن هي موجودة في القطاعات بالنسبة للصحة، بالنسبة للتعليم الأول حوالي 17 يوما التلاميذ لم يعودوا بعد إلى المدارس، وما ذكرته أنت الآن الحدود الجزائرية المالية، ثم إذن لماذا يتحدث عن الانتخابات طالما كل الأمور مفخخة؟ ولكن يجب أن نتحدث عن الانتخابات. نحن لن نسمح بالبقاء على هذا الوضع، نحن لن نسمح بالمزيد من المخاطر لهذا الشعب اللي عايش اكثر من 20 سنه في الخوف وفي الرعب وفي تعرف اليوم ماذا قال لي احد الفلاحين؟ نعم. قال لي والله يا ابني، قال لي غير حامل الشجره في يدي باش نغرسها، الوضع قال لي حطيتها امام الحفره ما عرفتهاش ومشيت. فما بالك انت باللي عنده مؤسسات اقتصاديه، ما بالك انت بالناس اللي الرواتب تاعهم راهي في خطر، ما بالك انت تظن انت بان الشعب الجزائري راه مرتاح وراهي الامور راهي بطريقه عاديه؟ لا. انا بالنسبه لي هذه الانتخابات يجب ان تجرى في وقتها، ويجب ان تكون بلسم فعلي للشعب الجزائري. طيب، طالما هي بلسم مثل ما تقول استاذ عبد العزيز، هذا يخدم الكثير من 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 يعني الاطراف الخبيثه والاطراف الفاسده في هذا النظام. طيب، كيف نوفق لما نستمع او نلاحظ
أن هناك أحزابا متشككة وهناك أحزاب مترددة وهناك أحزاب قطعت أو بل أعلنت موقفها بالمقاطعة لهذه الانتخابات. وأنت تعرف هذه الأحزاب فيها الإسلامي وفيها الوطني وفيها الديمقراطي، هذه الأحزاب قاطعت هذه الانتخابات طالما أنه تقول إنها ليست حرة ولا نزيهة ولا شفافة والظروف ليست مواتية لإجراء انتخابات هذه، بل لابد من مرحلة انتقالية وما إلى ذلك. وأنت الآن تقول لا، لابد من الانتخابات لأنها هي البلس. هذا دليل على ماذا؟ هذا المواقف المختلفة والمتفرقة انتهى الأحزاب دليل على ماذا؟ دليل على أن الطبقة السياسية قلقة إذا هذا الوضع الذي نعيشه. نعم. لكن لا يمكن من وجهة نظري تأجيل هذه الانتخابات، لأن من سيكون المستفيد؟ لو أننا نذهب مثلا إلى الحل الذي يدعو له البعض بتأسيس مجلس تأسيسي أو مرحلة انتقالية، يعني لو نذهب إلى هذا الحل ممكن، ولكن الانتخابات ضرورية لأننا نريد على الأقل يريد الجزائريين أن يلمسوا ولو نوع من التغيير، لأن حتى ولو يذهب بوتفليقة العهد الرابعة. نعم. بوتفليقة قبل العهد الرابعة ليس بوتفليقة بعد العهد الرابعة، يستحيل أن يكون ذلك الشخص، لأن الجزائر معرضة لمخاطر كبيرة، الشعب الجزائري قلق على مصيره، الظروف المحيطة بالجزائر ظروف يعني لا تسمح لها بالبقاء كما هي. نحن مجمدون، المؤسسات الجزائرية مجمدة منذ 4 أو 5 سنوات، إلى متى نبقى؟ إلى متى نؤجل حل مصيري؟ أنا وجهة نظري أننا يجب أن نذهب للانتخابات، يجب أن نشارك فيها سواء سلبا أو إيجابا، لكن يجب أن نذهب لأننا نريد التغيير. نعم. نريد الانتقال من 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 هذا ما يسمى بين قوسين الشرعية التاريخية وهي أقلوبة إلى شرعية شعبية. نريد أن نعطي لهذا الشعب المصير تاعو بيديه ويدبر راسه الشعب واش يدير. الشعب واعي، الشعب مسؤول على نفسه، وربي سبحانه ما يسمحش ما يقبلش أن تتفق الجماعة على خطأ. خلونا نجربوا، خلونا ندوا الشرعية للشعب هذا، نخليوه ونشوفوا واش قادر يدير، وأنا متأكد بأنه رايح يدير حاجة صح. الشعب الأمة ما تغلطش، يقدر يغلط الفرد، تقدر تغلط جماعة قليلة، ولكن الأمة ككل لا تجتمع على ضلال. نعم، وهو كذلك الأستاذ عبد العزيز غرمول، الأيام وحدها هي التي ستكشف عما كنت تقوله. أستاذ عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر العاصمة. مشاهدينا الأفاضل، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل، نحن على هواء مباشرة في برنامج الحدث المغاربي، ما زلنا نطرح أسئلة عديدة حول رئيس الجمهورية، حول رسالته التي أصدرها أمس. بالإضافة إلى ذلك نتحدث أيضا عن الانتخابات المزمع تنظيمها في 17 أفريل المقبل. وقبل هذا وذاك لابد من إطلالة ولو مختصرة عما حدث البارحة من حادثة هزت الجزائر والجزائريين عموما، وهي حادثة سقوط هذه الطائرة العسكرية قريبا من عين مليلة، وهي إحدى دوائر ولاية أم البواقي. معي الآن الأخ رشيد زهاني، وهو أحد الصحفيين بالضبط من منطقة ورقلة جنوب الجزائر. سيد رشيد، ما هي أبرز المعلومات لديك حول هذه الطائرة التي سقطت قريبا من عين مليلة ولاية أم البواقي؟ مساء الخير على كل مشاهدي القناة المغربية. اولا الشيء الذي حصل في اول وقت، يعني المعلومه الاعلاميه الاولى التي تحصل عليها يعني الصحفيين والقنوات، الذي تفيد بان الطائره كان يعني كان الاقلاع تاعها الاول من ورقلة. وهنا يعني بدا البحث عن المعلومات، في حيث تبين لنا بان الطائره اقلعت من ولايه مدرسه بتحدي مطرح مدرسه، وقامت بالحط يعني في كمرحله اولى في ورقلة، حيث نزل بها 120 شخص وصعد اليها شخصان تحديدا، ثم عاودت السقوط. الاسباب التي تحرينا عنها يعني بما انه المنطقه منطقه الجنوب وحتى وصولا الى المنطقه يعني المنطقه الوسطى المناطق الوسطى والداخليه كانت يعني تشهد رياح كبيره قويه جدا، اضافه
جوية ومطبات هوائية كبيرة، وهو ما أكده أيضا مسافرون كانوا انتقلوا من بالتحديد مدينة أليكورت إسبانيا إلى الجزائر، ومن ثم إلى الجزائر إلى مدينة حسن سعود، حيث اعترفوا بأن قائد الطائرة من إسبانيا إلى الجزائر ومن الجزائر إلى حسن سعود نقل صعوبات كبيرة في الصعود والهبوط، وأيضا دخلت الطائرات في كثير من المطبات الهوائية وما جعل المسافرين يصابون بنوبة من أما الطائرة التي سقطت في أم البواقي بالتحديد يعني في الجبل وخلفت 76 ضحية وناجح وما زال في حالة خطيرة، يبقى الأمر هنا مرتبط بتحليلين، التحليل الأول يقول بأنه الطائرة العسكرية هي من طراز قديم وساهمت بالضبط الجوية في سقوطها، هذا التحليل الأول. أما التحليل الثاني فيقول يربط مباشرة الأمر بأنه الطائرة يعني كان مشكلتها أو مشكلتها الأساسية هي التقلبات الجوية القوية، وهو ما أدى بها إلى السقوط بعد أن فقدت الاتصال مع مطار قسنطينة بالتحديد لأكثر من ساعة ونصف. وهناك من قال إن حمولتها كانت ثقيلة جدا وطراز هذه الطائرة مستعمل وقديم، وكان على السلطات أن تأتي بطائرات جديدة بدلا من استعمال القديم منها. نعم، هو المعروف أنه طراز الطائرة يعني طراز قديم، والتحليلات قلت لك التحليلات يعني تنقسم إلى قسمين، وهو يعني الشيء الذي حاولنا أن نتحرره وحاولنا تحرير ايضا في مطار وربلا، ان كانت يعني الطائره كان بشانها تحفظت او ما الى ذلك، يعني كل المصادر نفت وقال بانه الطائره يعني كانت في حاله جيده حال اقلاعها من وربلا والى غايه يعني سقوطها في مطار ام البواقي. طيب ماذا عن نزولها في مطار وربلا؟ هل كان نزولا عاديا ام اضطراريا؟ لا النزول كان عادي جدا يعني، وكل من يعني حاولنا ان نستقي من المعلومه قال بان حتى المنتجين يعني نزلوا وفي يعني ناس ايضا صعدت الى الطائره واقلعت بشكل عادي يعني من مطار وركلا، الطائره اقلعت بشكل عادي بعد يعني اقلاعها من مطار تمرات وفي وركلا بشكل عادي. طيب شكرا جزيلا لك يا استاذ رشيد زهاني، أحد الصحفيين الذي كان معنا من ورقلة جنوب الجزائر، رحمة الله الواسعة لمن ماتوا عبر هذه الحادثة الأليمة. تعازينا الحارة من جديد لأسر وعائلات هؤلاء الضحايا. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بانضمام الأستاذ ناصر حمددوش أحد قيادي حركة حمص وعضو البرلمان. أستاذ ناصر، ما موقف حركة حمص من هذه الخرجة الثلاثية التي كان وراها طالب الإبراهيمي والجنرال بن يلس بالإضافة إلى يحيى عبد النور الحقوقي المعروف؟ هؤلاء الثلاثة دعوا إلى نسيان العهدة الرابعة، بل عدم الحديث عن العهدة الرابعة وترك المسألة للشعب الجزائري ليقرر مصيره بنفسه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم أخي عثمان. نعم، موقف هذا الثلاثي وهم من الأوزان الثقيلة في الحياة السياسية للجزائر، وهم شخصيات ذات وزن كبير جدا، وهم من أبناء النظام ومن الخزانة القديمة للسلطة، هذا يعبر على حجم الارتباك وحجم الإفلاس الذي يعانيه أو تعانيه السلطة في المرحلة الراهنة. هذا يدل على أن هناك خلاف حقيقي وحاد جدا حول العهد الرابعة ومدى قدرة الرئيس على إدارة شؤون البلاد وإمكانية ترشحه وإمكانية مواصلة مساره السياسي في عقبة قادمة. هذا يعزز خيار المقاطعة ويعزز خيار المعارضة الذي أستاذ ناصر أكيد هناك ربما خلل في الاتصال بالأستاذ ناصر، سنعود للاتصال به من جديد. أستاذ ناصر حمددوش هو أحد قيادي حركة حمص وعضو مجلس الشورى بالإضافة إلى منصبه في البرلمان الجزائري. حركة حمص مشاهدينا الكرام سبق أن أعلنت عبر مجلسها الشوري مقاطعة
الانتخابات المزمع تنظيمها في أفريل المقبل، وقد سبق إلى ذلك أيضا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والآر سي دي في انتظار أيضا جبهة العدالة والتنمية الجمعة المقبل، بالإضافة إلى حركة النهضة. أيضا هناك مجموعة من الأحزاب أعلنت موقفها من هذه الانتخابات بمقاطعاتها. عاد إلينا الأستاذ ناصر، فضل الأستاذ ناصر أكمل إجابتك. نعم، قلت هذه التصريحات الأخيرة لهذه الشخصيات الثقيلة سياسيا وعسكريا من داخل النظام والتي كانت محسوبة على الخزانة القديمة للسلطة يدل على أن حركة مجتمع سلم لا تزال الأيام والأحداث والمواقف مخيرها في المعارضة ورفض العودة الرابعة، وهذا يدل على أنها بعد المشاورات الطويلة واللقاءات المتكررة مع كل أطياف الطبقة السياسية وكل الشخصيات الوطنية المعنية بالرئاسيات أوصلها إلى هذه القناعة، ودائما الأحداث الأخيرة تدعم هذا الخيار وسرابية هذا الموقف. طيب، ما موقف حركة حمص من هذه الدعوة التي أطلقتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبر بيان كانت قد أصدرته منذ يوم؟ هذا البيان ربما أنت قد اطلعت عليه، الدعوة إلى مرحلة انتقالية بالإضافة إلى لقاء وطني تشترك فيه جميع النخب وجميع الأحزاب دون ما استثناء للتفكير في الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر للخروج من بحلول. نعم، يعني هذا هو التوجه العام لدى الطبقة السياسية في الجزائر وخاصة في المعارضة، وهي أن المرحلة تقتضي التوافق وتقتضي التقاء جميع أطياف الطبقة السياسية وعدم إخفاء أي طرف بحكم جزائريته وبحكم مواطنته وبحكم حقوقه السياسية والمدنية، بما فيها أننا رحبنا بترشح أو بمحاولة ترشح الشيخ علي بن الحاج للانتخابات الرئاسية، ولكن بدون التوضيح لها على أنها مفتوحة أو تهددية، ولذلك نقول نحن ندعم كل توجه نحو التوافق والالتقاء على أرضية مشتركة تجنب المخاطر التي تحدق بالجزائر، ودائما نعود ونؤكد في حالة مجتمع سلم بأنه لا يوجد ما يهدد الأمن والاستقرار في البلاد مثل هذا النظام السياسي في حد ذاته، وهذه الأحداث الأخيرة لا تزال تؤكد هذا المعنى بأن الخطر من داخل السلطة وليس من خارجها. طيب، على ذكر الشيخ علي بن الحاج، هو كان يريد، هو غايب على كل حال حتى يجيب عن السؤال، لكن ما فهمت منه من خلال الحصص التي استضفته فيها أنه لم يريد الترشح في عين الترشح، بل كان يريد إقامة الحجة على السلطات من حيث القيود هذه المثقل بها، فهو يريد أن ينبه إلى هؤلاء الذين خرجوا من فترة التسعينات وهم محرومون من حقوقهم السياسية والمدنية. لكن لا علينا، كيف تنظرون أنتم في حركة حمص لما يجري الأيام الأخيرة من تصريحات مضادة ثم رسالة رئيس الجمهورية التي عز فيها أهالي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة البارحة، ثم أيضا الإشارة إلى ما يقع في مؤسسة الجيش؟ نعم، في البداية أخي عثمان، نحن نترحم على هؤلاء الضحايا من أبناء الجيش الوطني الشابي وعائلاتهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين وأن يغفر لهم أجمعين وأن يأجر ذويهم وأن يخلفهم فيهم خيرا بإذن الله تعالى. نحن في حركة مجتمع السلم قد أكدت الحركة في عدة مناسبات عديدة على ضرورة أن يتحدث رئيس الجمهورية للشعب الجزائري من أجل الطمأنة والتوضيح، خاصة بعد هذا الصراع الذي ظهر مؤخرا في وسائل الإعلام والذي كما قلت يهدد الأمن والاستقرار، استقرار المؤسسات واستقرار البلاد. بالنسبة لتحقيق رئيس الجمهورية حول الحفاظ على الجيش الوطني الشعبي، فإن الحركة طالبت مرارا بذلك، بل وأكدت على ضرورة إخراج المؤسسة العسكرية من هذا التجاذب السياسي وتمدين النظام السياسي وتمكينها من أداء وظائفها الدستورية المعروفة. هذا التصريح للأسف الشديد، هذه الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية، نحن نتأسف جدا أن يكون هذا التصريح متزامن مع التعزية. يعني المناسبة ليس مناسبة إقحام المؤسسة العسكرية في هذا السجال والصراع السياسي حول الرئاسيات القادمة وما بعدها، ولذلك نحن نقول هذا التصريح لم يرد على كل الأسئلة، ومن الضروري أن ننزع الغموض وتوضيح الموقف وتحمل المسؤولية لإعادة الأمور لنصابها لتجنب إضعاف المؤسسات والمساس بالاستقرار. هذا التصريح إذا متأخر جدا 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 جدا، وإدراج الموقف مع التعزية غير مناسب على الإطلاق، وهو موقف غير إنساني وغير أخلاقي، فهو غير كافي لرئيس الجمهورية صاحب السلطات العليا، فلا يكفي أن يندد، بل يجب عليه أن يتخذ الإجراءات الكاملة. للأسف الشديد، يعني رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الحاكم وهو وزير الدفاع،
ليقوم بهذه التصريحات الناريه كقنبله وزلزال سياسي في البلاد، ثم يتاخر الرئيس كل هذه المده مع ان اركان القضيه والجريمه متكامله، فالمتهم واضح والمتهم واضح والتهمه واضحه. فاذا كان هناك سياده للقانون في الجزائر وهناك دوله قانون حقيقيه فلتتحرك العداله في كل هذه التهم. وبالمناسبه بعض التهم التي وجهت للمؤسسه الامنيه يعني وقعت في زمن الرئيس بوتفليقه في حد ذاته، وهو قائد اعلى القوات المسلحه وهو وزير الدفاع. طيب استاذ ناصر، هل يمكن ان نصفي الحسابات السياسيه بتهديد الامن والاستقرار وزياده الشك وادخال الروح في الجزائريين حتى يمكن ان تمرر الرئاسيات على المقاس بعد اللعب على ملف الامن والاستقرار؟ طيب استاذ ناصر، سؤال اخير، رأى وزير الداخلية طيب العيز قال إن حركة حمص كغيرها من الأحزاب لها الحرية الكاملة في إبداء موقفها من هذه الانتخابات، هي حرة تشارك أو تقاطع فهي حرة، لكن وهنا مربط الفرس، قال لا يمكن أن نسمح لأي حزب بأن يروج للمقاطعة. إذن كيف أنتم تريدون الترويج لهذه المقاطعة وتريدون شرح هذه المسألة لمناضليكم وكذلك للشعب الجزائري في الشوارع وفي الساحات ربما في القاعات، والسلطات تمنع هذا الامر؟ نعم، نحن نقول لوزير الداخليه ولغيره، هذا الاعتداء الصارخ على حقوق الانسان السياسيه والمدنيه لكل المواطنين، هذا تمييز غير دستوري بين الجزائريين. الدستور يصدر 29 بانه لا يمكن التمييز بين المواطنين، المواطنون سواء في امام القانون ويمكن ان يتبرع باي سبب للتمييز سواء على اساس العرق او اللون او الجنس او الراي السياسي. هذا الموقف من وزير الداخليه يدل على ان وزير الداخليه وزير لكل الجزائريين، هو يعبر على عدم حياديته، وبالتالي يؤكد بالدليل الساطع بان الاداره غير محايده، وبالتالي نحن لا نثق في هذا الاشراف على تنظيم هذه الانتخابات، وهذه من اكبر المبررات التي دفعتنا لمقاطعه الانتخابات. هذا الحق الدستوري والسياسي والمدني والقانوني لا يمكن لاي شخص في الجزائر يمنع اي مواطن جزائري في التعبير عن ارائه السلميه ومواقفه السياسيه في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهوريه، وانا اقول بصوت عالي ما زال مولود تشمو ليقدر يمنع حركه مجتمع السلم من ان تعبر عن ارائها السياسيه بالطريقه السلميه. هذا الحق لا يمكن ان يعتدي عليه احد مهما على شانه ومهما كان منصبه في الدوله، ولذلك اذا كان اكثر من 50% زائد واحد وهي الاغلبيه التي كانت مقاطعه على مدار عده مواعيد انتخابيه لا يسمح له بالتعبير عن ارائها، فهذا تمييز غير دستوري بالمواطنين. ولذلك نقول الطبقه الواسعه لدى الشعب الجزائري، ولذلك وجدنا هذا الارتياح وهذا التقبل لقرار حركه مجتمع السلم بمقاطعه الانتخابات، وهو ان النسبه الغالبه من الهيئه الناخبه هي مقاطعه الانتخابات وحقها مكفول دستوريا، ولا يمكن لاي كان ان يعتدي على هذا الحق الدستوري. وهو كذلك استاذ ناصر حمدادوش احد قيادي حركه حمص وعضو مجلس شوراها بالاضافه الى شغله منصب عضو البرلمان. جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر العاصمه. شاهدنا الافاضل بسماعنا لناصر حمدادوش ممثل حركه حمص، وبالمناسبه حركه حمص دعت الى المقاطعه هي وحركه النهضه بالاضافه الى التجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه الار سي دي، وربما جبهه العداله والتنميه اللي هي حزب الشيخ جاب الله، ربما يوم الجمعه المقبل ستعلن هذه الجبهه ايضا عن المقاطعه. وكذلك هناك حديث معلومات مسربه على ان جبهه القوى الاشتراكيه لاف اف اس ايضا هم يفكرون في هذه المقاطعه، طالما ان هذه الانتخابات المقبله ليست هنالك عوامل تدل على مصداقيتها وعلى شفافيتها وعلى حريتها، طالما ان هذه الضوابط ليست حاضره على الاقل في الفتره الحاليه فلا يمكن لهذه الاحزاب ان تشارك. هذا ما تقوله وتردده. مشاهدينا الكرام، سنعود لهذا الملف الساخن والذي يصنع الحدث الايام الاخيره، ملف الرئاسيات. مثل ما قال الاستاذ مقران ليست ثلاثه اشهر بل اقل من ثلاثه اشهر تفصل الجزائريين عن هذا الموعد المهم، وما اذا رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه سيشارك في هذا الاستحقاق الوطني، ام انه سيفاجئ الشعب الجزائري في خطاب بانه لا يمكن ان يشارك في هذه الانتخابات، طالما ان الجزائر لديها الكثير من ابنائها الذين بامكانهم ان يتصدروا هذا المنصب.
أجدد شكري العميق مشاهدينا الأفاضل لضيوفنا الكرام من الجزائر طبعا، الأستاذ عبد العزيز غرمور رئيس حركة الوطنيين الأحرار، والأستاذ مقرن آية العربي المحامي والناشط السياسي، وكذلك ناصر حمد الدوش مرة أخرى، بالإضافة إلى دون ما أن أنسى الأستاذ رشيد زهاني الصحفي الذي كان معنا من ورقلة متحدثا عن الطائرة المنكوبة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.